مصفش مصف السابع مش سابها من سنين. وقفت لأن الظروف المعيشية ما قدرت أكمل مدرسي، فاضطريت إني أنزل على الشغل أشتغل. فمشان هيك أنا وقفت من المدرسة ونزلت أشتغل مشان أقدر أمن يوميتي. كثير ناس قالوا لي انه لو وقفت ونصحوني نكمل عليه وهيك، بس اني ما عارف انه ظروفي ما قادر اكمل مدرسه. ظروفي المعيشيه اجبرتني انه انزل اشتغل مشان طلع مصروف. لما ظهرت من المدرسه كثير تضايقت لما وقفت ونزلت على الشغل، فهذا شيء اجباري، كنت مجبور انه وقف مدرسه وانزل اشتغل لانه ما بايدي يعني ادفع مصاريف مدرسه وهيك، واهلي ما كثير قادرين يدفعوا لي. فاضطريت انه انزل على الشغل مشان اشتغل وامن حالي احسن ما اقعد بلا اكل ولا شرب بالطريق. كنت بتمنى انه اكون حامل شهاده ومامن مستقبلي ودق باب اي وظيفه بتمنيها او بقدر اكون مرتاح فيها. هذه الظروف اللي نحن عايشين فيها، الظروف المعيشية والطبقة اللي هاجمة، هيك بدها نكون ما معي علم ولا اتعلم، ما يكون معي شهادة، مجرد انه انزل على المشتري. كان عمري شيء 12 13 سنة، ما كنت وقتها كنت ولد وقتها، فما كنت مقدر هالشيء لقدام شو حيصير فيني شو حيصير. فهلا برجع بندم بفكر بالموضوع، بندم اليوم اللي وقفت فيه من المدرسة، بس كنت مجبر بهذيك الأيام إني أوقف. يا ريت لو قدرت كفيت علمي وحملت شهادة واشتغلت بوظيفة منيحة. بعض الأحيان بلاقي إنه بشوف أصحابي بلتقى فيهم اللي كانوا معي بالمدرسة، بشوف إنه هم بعدهم مكملين علمهم عم بيتعلموا وبيتخرجوا، وأنا بعدني إنه عم بشتغل وهيك. فكتير بتضايق على هذا الموضوع، بس شوفوا إنهم عم يتعلموا وأنا بعدني عم بشتغل.